بعد توقف دام لأزيد من 9 أشهر، ها هي السباقة الرياضية تعرف النور من جديد، وبإشراف كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري. وجاء هذا في إطار تنظيم الاتحادية الوطنية للدراجات منافسة تضم 3 سباقات غرب العاصمة، وبالضبط بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. السباق يخص فئة الأشبال على مسافة 30 كيلومتر والأواسط على مسافة 60 كيلومتر، فيما خصصت مسافة 75 كيلومتر رجال مع التطبيق الصارم لتدابير البروتوكول الصحي. فريق مولودية الجزائر داروا لنا هذا السباق بعد المدة اللي كنا حابسين فيها مدة 9 أشهر. هذا هو أول سباق راح نجريوه. نشكروا الكاتبة الدولة سليمة سواكري على حضور لهذا السباق. منافسات كثيرة تقدر تكون هنا في هذه المدينة. في آخر المطاف أنا دائما نشكر السلطات الأمنية، يعني اللي راهم قائمين بدور كبير، وهما يعني سر النجاح نتاع الرياضة تاعنا، بما أنه الرياضة تاعنا تتطلب يعني استعدادات أمنية. نشكر ثاني كل السلطات المحلية على رأسهم يعني السيد ولي ولاية الجزائر والسيدة الولية المنتدبة، وزارة الشباب والرياضة بحكمها شريك دائما راهي مرافقتنا، وخير دليل يعني الحضور الشخصي، وحتى يعني في عطلة نهاية الأسبوع يعني نعتذر على يعني هذا يزيدنا يعني قوة ويزيدنا يعني إرادة باش إن شاء الله نواصلوا العمل من أجل ترقية الرياضة بصفة عامة ورياضة الدراجات بصفة خاصة. مسك الختام سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كامل اللي شاركت في إنجاح هذا الحفل الرياضي في هذه المدينة النموذجية، ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. وإحنا يعني كنا فرحانين كثير يعني بقدوم ممثلة كاتبة الدولة السيدة سواكري، وإن أعطت بداية الانطلاقة، وإن شاء الله يعني راح تكون سباقات كثيرة في هذه السنة في هذه المدينة الجديدة.